حسن سويهب عضو مجلس مقاطعه مان سلطان المعارضه. اليوم كما كتلاحظوا بانه الضوء ديال يناير 2024 العاديه خاويه، عاد الرئيس وعاد على النظافه، في حين ان هموم الساكنه كثيره، فين هم النقاط اللي تم التاجيل ديالهم في الدورة السابقه اللي كتهم المجتمع المدني، الملاعب الرياضيه والتدبير ديالها، فين برنامج عمل الجماعه في الشقي المتعلق بالمقاطعه، فين عده نقاط اللي كتهم. اليوم حنا مقبلين على ان الطعام غادي ينطلق، اشنو وجدنا حنا لهذوك الناس مساكن المواطنين ديال مسلطان اللي هما غادي يعيشوا مأساه ملي غادي يدوز الطعام هذوك الباعة الجائلين؟ يعني انه المجلس هاد الهم ديال هاد الساكنه ما عندوش ولا يهتموا به، بالاكثر من هذا هو انه الان 4 شهور واللجان مغيبه، لم تجتمع، لم يستدعيها رئيس ولا رئيس اللجنه. اذا من يسيئ هذه المقاطعه؟ من يسيئ هذا المجلس؟ من يدبر امور المواطنين؟ واليوم كما لاحظتوا حنا طرحنا اليوم عليه سؤال بسيط، اعطيونا اثبات على انه اجتماع المكتب فعلا كان، وان هذا المكتب بهذه العناصر اللي فيه هي اللي حطت هذه النقطه هذا جدول الاعمال فارغ. ما قدروش على انه يجبدوها، ما جبدوا لنا صور ديال الاثبات ديال اجتماع المكتب، ما جبدوا لنا كاميرا كتوثق لنا هذا الاجتماع ديال المكتب. إذن احنا عندنا تساؤل، كيفاش اجتمع هذا المكتب؟ كيفاش حدد هذا جدول الاعمال بهذا الضعف؟ لهذا انا كنوجه نداء للسلطه على اساس انها تدخل باش تعرف اشنو واقع في هذا المجلس، في دواليب التسيير ديال هذا المجلس اللي انت شتي اليوم جمعيه المجتمع المدني تستغيث لانه محرومه من عده خدمات. انت سمعتي الشركه قال لك كتهضر مع المندوبيه وتتهضر مع التعليم وكتهضر غيبات الاعضاء، في حين انه هذا اختصاص ديال المجلس وفي اطار سياسه القرب هذا اختصاص ديال المقاطعه. فيما يخص هذه الازبال هذه، لو انه كانت اللجان كتجتمع بصفه دوائيه وكتتبع الامور ما كنا نصل الى هذا الامر، ولكن هو عنده هدف على انه كيسير هذا المجلس المقاطعه كشركه خاصه، كيفيق كيحلم وكيمشي يدير اللي قال ليه راسو بدون رجوع. وانا انزه حتى اعضاء المكتب على انهم على علم بهذه المشاريع ولا بالطريقه ديالها. لهذا انه الحل الان اللي كاين وهو اما غنلتجئوا للقضاء الاداري، واما اننا الان تنطلبوا التدخل ديال السلطه المحليه في تطبيق القانون وفي احترام المساطر باش يمكننا ننقذوا ما يمكن انقاذه. انا في التدخل ديالي استاذ قلت واحد القضيه، قلت من السلطان فيها 156,000 ديال الساكنه، ولكن يوميا تنكون فيها ما يقرب من 400,000 500,000 مواطن كتساهم فيها. اذا فهي وسط الدار البيضاء وهي الثقل ديال الدار البيضاء، وخص لابد المعامله ديالها بواحد الطريقه اللي هي ماشي عاديه، لاننا عندنا اكثر من 12 قصريه، عندنا الخدمه بالليل، عندنا الفراشه، عندنا الباع الجائلين، خص معالجه ليهم بصفر. مع من غتعالج هذا الشيء الا ما كنتيش كتعالجيه مع الاعضاء؟ جمعوا اللجان. انا ما كنفهمش علاش الرئيس خايف من اجتماعات اللجان، انا ما كنفهمش. جمع اللجان وخليها الضاكه وخليها تعطي مقترحات، عد اللجنه وعد السفر، لانه هذا دليل على انه سافر، لانه ما عطيش اهميه لهذه الساكنه.